يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بسلوكيات إيجابية، يأمرنا بأخلاق حسنة، يأمرنا بالإحسان إلى الخلق، يأمرنا بعدم الإساءة إلى الناس، يأمرنا بعدم الخوض في أعراض الناس، يوجهنا الكثير من التوجيهات اللي ما هياش متعلقة بقوام حياة الإنسان ولا حاجة. يقوم الإنسان يفهم هذا المعنى ويدرك هذا المفهوم، إن هو طالما قادر على الامتناع عن الأمور اللي بها مقومات الحياة وأساسيات من أساسيات الحياة، يبقى هو قادر أيضا على الامتناع عن الأمور اللي ممكن يعصي بها الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الجوع والعطش، صحيح. الصيام إجرائيا صحيح، يعني هو ممسك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، وما عملش حاجة إجرائية تفسد الصيام أو تبطل الصيام، لكنه أكل دم هذا وسأل. نشوف بقى المحصلة بقى في النهاية إيه اللي حضرتك تفضلت بيه. ده كان سيدنا النبي لما تكلم عن المفلس، وده برضه نوع من الإفلاس. نوع من الإفلاس إن الإنسان يعمل أعمال كتيرة ويزحم وقته بأعمال كتيرة، ويجي في النهاية يلاقي المحصلة صفر، ما عملش حاجة. طب ده ليه؟ لأن إحنا أحبطنا أعمالنا وضيعنا على نفسنا هذه الأجور، والعياذ بالله. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كيف يتقبل الله سبحانه وتعالى من عبد يأكل أموال الناس بالباطل؟ كيف يتقبل الله سبحانه وتعالى من عبد يخوض في أعراض الناس بغير حق؟ كيف يتقبل الله سبحانه وتعالى من عبد يخون الناس في الأمانات؟ كيف يتقبل الله تعالى من عبد يستغل حاجات الناس وحاجات الضعفاء وحاجات الخلق؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى يوجهنا هذا التوجيه لما يحدثنا عن هذه الفريضة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده الصيام ما هوش خاص بالأمة الإسلامية فحسب، بالأمة الخاتمة. ده الصيام كان لجميع الأمم، كتب على الذين من قبلنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عاوز يبين لنا ان من سماء الانسان او من وصفات اصلاح الانسان انه يربي نفسه على ثقافة المنع. ان الانسان لما يبقى مقبل او مقدم على شيء يحسب الاول: هل الاقبال على هذا الشيء مفيد ام غير مفيد؟ هل الاقبال على هذا الشيء يقربه من الله سبحانه وتعالى ام لا يقربه من الله سبحانه وتعالى؟ يقوم يفهم الإنسان إن هو إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا تعبد لله سبحانه وتعالى، وصلى وصام وقام والناس نيام، ويجي في النهاية زي ما حضرتك تفضلت أتى بالموبقات والفواحش، كيف يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا؟ هذا هو المفلس، لم يتحقق بالمغزى من مفهوم العبادة وعبادة الصيام اللي ربنا سبحانه وتعالى تحدث عنها لما قال: لعلكم تتقون. فخلينا نفهم المعنى ده، ان التقوى هي المغزى، التقوى هي الهدف اللي يجب ان يصيبه كل عبد علشان ما يبقاش صام على الفاضي وجاع وعطش على الفاضي وما يبقاش قام بالليل وسهر وتعب على الفاضي واحبط الاعمال بتاعته. كده اللي بيمن علينا النصايب، يعني تلاقيه بيكسر على حد، هو يزعق وبتاع: يا عم انا صايم، او يا عم سيبني انا عايز اشرب سيجاره انا صايم، ويعني بيقول للناس ابعدوا عني انا صايم. فهو مش مبسوط بالصيام، او مش شايف ان هذا نوع من انواع العباده او التقرب الى الله، هو متضرر من هذا الامر، وبيطلع ده في صوره غضب. ده يبطل الصيام. هو الحقيقة إن ده سلوك من سلوكيات تدل على عدم فهم لمغزى الصيام. خلينا نقول برضو إن هو مش بيبطل الصيام إجرائيا، بمعنى إن إحنا نقول له أنت خلاص صومك أكنه ما حصلش ويجب إنك تصوم يوم بدل منه. الصيام إجرائيا صحيح، ولكن العائد من الصيام إيه؟ زي ما كنا بنتكلم من شوية، الصيام يربينا على ثقافة المنع. إذا كنا بنمتنع عن الأساسيات، فما نقدرش نمتنع عن الأمور أو السلوكيات اللي ممكن يكون فيها ضرر لينا أو ضرر على الناس. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا للمعنى ده، يقول عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. يعني إيه جنة؟ يعني وقاية، يعني مانع،
يحول بين الإنسان وبين الوقوع في الأخطاء. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، احنا جايين بقى للشخص المتعصب المتضرر اللي هو يعني ايه بقى خلاص يعني عاوز يطلع صيامه على الناس كلها، مش مبسوط بعملية الصيام، يقول عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شاتمه، وفي رواية وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا للأمر ده. طالما الصيام ده الفلسفة بتاعته إن الإنسان يمتنع عن الأمور اللي بيها مقومات حياته، ويمتنع عن الأمور اللي ممكن يحبها من الرغبات والشهوات، ويمتنع عن السلوكيات الخاطئة. طب الإنسان عمل كده، طب المؤثرات الخارجية بقى، ما هو يعني كده خلاص يعني الشيطان مش هيسيبه في حاله، فممكن يحصل حركة يمين أو حركة شمال أو حد يفتعل أزمة أو يبقى التصرف إزاي؟ يقول سيدنا النبي كده فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، تنبيه للمسألة دي، محدش يتعصب، فلما لما يتعصب يبدأ يتلفظ بألفاظ خارجة أو يتكلم كلام فاحش أو كلام قبيح أو يسيء. هل هنا بقى الصيام باطل؟ يعني هل النهاردة محتاج لو عمل كده يصوم يوم تاني بداله؟ إجرائيا الصيام مش باطل، يعني مش مطلوب منه أنه هو يصوم يوم بس بداله، بس احنا بنتكلم على واحد مش بس اتعصب، لا يعني شتم، اتعصب، قاتل، يمكن اللي قدامه اتخانق معاه. أيوة. فهل عمل كل الحاجات عشان دي؟ عشان كده قلنا ان الصيام في فرق ما بين الصيام الاجرائي وما بين احباط العمل. الصيام الاجرائي بقول له اكنك ما صمتش، فاجرائيا الصيام باطل. انما احباط العمل، انت صمت وطبقت الشروط ولا اكلت ولا شربت، ولكن ارتكبت اعمال مقتضاها ان ثواب واجر الصيام يضيع عليك، فاكنك ما صمتش،